ينقل زوار مرجع سياسي كبير عنه قلقه من إدخال لبنان في حرب شاملة بسبب تقدم الجيش الإسرائيلي في غزة. يعتبر صحافي مخضرم أن البديل الوحيد لسلطة حماس في غزة هي سلطة محمود عباس بدعم إسرائيلي وعربي وأمريكي. يتواصل اهتمام جعجع على استحقاقات غير أساسية في وقت ينكفئ عن دوره الوطني كرئيس كتلة كبيرة.